يستعد العراق لنقل أكثر من 150 عائلة تضم أكثر من 1000 شخص، أغلبهم من النساء والشبان من عائلات عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في مخيم الهول ضمن إجراءات أمنية مشددة. نتابع التقرير ونعود للنقاش. عوائل تنظيم الدولة المحتجزين في مخيمات الهول والروجة من الجنسيات الأجنبية في شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قسد، والذي زج بهم فيها لرفض دولهم استعادتهم لأنهم يشكلون خطرا على المجتمعات ولوصفهم بالقنابل الموقوتة، إلا أن الأمر لم يطل كثيرا حتى بدأت هذه الدول باستعادة مواطنيها من هذه المخيمات على دفعات، وخاصة الأطفال والنساء. العراق يستعد لنقل أكثر من 150 عائلة تضم أكثر من 1000 شخص، أغلبهم من النساء والشبان من عائلات عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل، وفق ما ذكر موقع إرمي نيوز نقلا عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي تقي، وأن عملية النقل ستتم بإجراءات أمنية مشددة يشارك فيها طيران الجيش العراقي، خشية من أي خروق أمنية قد تجري بشكل متعمد من قبل عناصر التنظيم. دول عدة بدأت استعادة مواطنيها من عائلات تنظيم الدولة، وخصوصا الأطفال والنساء المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، رغم معارضة مجتمعاتهم لهذا الأمر على أن تتولى خدماتهم بما فيها الرعاية الصحية وتقديم العلاج الطبي اللازم للأطفال، في حين يتم تسليم البالغين إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. إعادة عوائل تنظيم الدولة الأجانب من المخيمات في شمال شرقي سوريا. ما زالت العديد من الدول تتصارع داخليا مع الآثار القانونية والأخلاقية والأمنية المترتبة على إعادتهم إلى أوطانهم. ينضم لنا شروان إبراهيم الكاتب الصحفي من دورتموند بألمانيا. أرحب بك سيد شروان. بداية، عائلات تنظيم الدولة المتواجدين في المخيمات المخصصة لهم في شمال شرقي سوريا لم تكن دولهم تريد استعادتهم، ثم بدأت بنقلهم على مراحل، ما السبب برأيك؟ مساء الخير وجه لك ولجميع المشاهدين. طبعا الدول حتى الآن متقاعسة في احتواء مواطنيها المتواجدين أو الأطفال والنساء من عوائل مواطنيها المتواجدين في مخيمي الهول وكذلك روجد، وعلى الأغلب مخيم الهول، خاصة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي. يعني هناك العديد من اللقاءات والزيارات التي أجرتها الإدارة الذاتية إلى الدوائر المختصة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدد آخر من الدول الأوروبية. بشكل دوري هذه الزيارات تحدث ويتم المطالبة باستعادة هؤلاء المواطنين إلى دولهم التي يحملون جنسياتها. البعض منهم طبعا هم ليسوا مواطنون أصلاء لتلك الدول ولكن يحملون جنسياتها، ولكن تتحاشى هذه الدول لحل هذا الملف العالق. هم يعتبرون أن عودة هؤلاء إلى دولهم سيشكل خطرا على مجتمعاتهم، ولكن في الحقيقة وجود هؤلاء بهذا العدد الكبير بالآلاف في هذا المخيم يشكل قنبلة موقوتة يهدد الأمن العالمي بشكل عام، أو على الأقل لنقل في منطقة الشرق الأوسط وسوريا على وجه التحديد. هناك حوادث سابقة، أريد يعني التنويه والتحذير إلى هذه النقطة، حوادث سابقة حدثت في العراق سواء مخيم التاجي في الجنوب العراقي وكذلك سجن أبو غريب. حينما تم اقتحام أو ما سمي باقتحام سجن أبو غريب في العام 2012 وتم هروب المئات من المعتقلين الجهاديين، تشكل فيما بعد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم داعش. يعني ربما هناك شكوك أن الحكومة العالمية الخفية قد تريد الاحتفاظ بالمعتقلين الدواعش في سجن غويران، وكذلك هذه العوائل أو الأطفال المقيمين في مخيم الهول ربما لمخطط آخر، لسيناريو آخر تعده أو تريد إعداده في المستقبل القريب أو البعيد في المنطقة. ليس هناك أي تفسير آخر سوى هذا التفسير. لا أريد العروج إلى نظرية المؤامرة، ولكن الحوادث السابقة مما تسمى باقتحام السجون التي كانت تحتوي على الدواعش أو غيرهم من الجهاديين
أدت فيما بعد إلى تشكيل. لكن الآن أليس طلب يعني طلب رسمي من الدولة؟ يعني العراق سوف ينقل 150 عائلة من مخيم الهول. العراق متقاعس جدا في هذه الحالة، رغما أن العراق هو يعني هي أكثر دولة قامت بتحويل العديد من المعتقلين وكذلك اللاجئين النساء والأطفال في مخيم الهول إلى الداخل العراقي، ولكن بذات الوقت علما أنها الدولة الأبرز التي حصلت على عدد أكبر، ولكنها هي المتقاعسة الأكبر بذات الوقت على اعتبار أن غالبية المقيمين في المخيم هم من الجنسية العراقية. وما هو مؤسف في الأمر أن هناك لاجئين ليسوا من عوائل مقاتلي تنظيم داعش، وإنما من العوائل العراقية الموصلية التي فرت بعد سيطرة تنظيم داعش في العام 2014 على مدينة الموصل أو محافظة الموصل ككل، وهربوا إلى سوريا ودخلوا إلى هذا المخيم قبل مجيء عوائل مقاتلي داعش وقبل هزيمة هذا التنظيم وكذلك ضم عوائل المقاتلين أيضا إلى هذا المخيم. العراق حتى الآن متقاعس في هذه الناحية. هناك بعض الخطوات التي جرت عن طريق التنظيمات الإيزيدية، خاصة أن هناك كان هناك يعني عدد كبير من الإيزيديين النازحين، وكذلك عن طريق حكومة إقليم كردستان، ولكن حتى الآن مطلوب من العراق أن يتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي أكبر، خاصة أنه مرت عدة سنوات على تحرير المناطق العراقية من تنظيم داعش، وما زال النازحون في المخيمات العديدة حتى في مخيمات النازحين داخل الأراضي العراقية وداخل مناطق إقليم كردستان ما زالوا يعانون الأمرين بعدم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. يعني على سبيل المثال لا للحصر فقط منطقة سنجار لديها عشرات الآلاف من النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان، وليس هناك أي مشروع جدي لإعادة إعمار مناطقهم وما شابه. الخطورة الأكبر في هذا الموضوع عزيزي وجيه هي أن هناك خلط بين العوائل التي فرت من تنظيم داعش وعوائل مقاتلي داعش، وهناك عملية غسيل للدماغ يتعرض لها أطفال المخيم الذي يضم قرابة 40,000 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. هناك عمليات غسل لأدمغة هؤلاء الأطفال وتشريبهم الفكر الجهادي، ما يعني أنه كلما تم تأجيل حسم هذه القضية العالقة كلما زاد من حدة الخطر أو توقعات الخطر الذي سيحدث في المستقبل سواء داخل سوريا. يعني أنت تشير إلى أن الكثير من هم في مخيم الهول أو غيره من المخيمات يجتمع فيها عائلات عناصر تنظيم الدولة وكذا من هربوا من عناصر التنظيم، من هربوا وفروا من عناصر التنظيم ويتشربون فكر داعش الآن. نعم، هذه هي الكارثة الكبرى. يعني الذين فروا من تنظيم داعش والذين كانوا عوائل مقاتلي داعش يعيشون جنبا إلى جنب. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بشكل أو بآخر من تشرف على هذه الملف تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة حول تبعات هذا الموضوع. أما قوات سوريا الديمقراطية فهي موكل إليها من قبل قوات التحالف والولايات المتحدة حماية المخيم فقط لا غير، بما معناه أن القرار الأول والأخير يعود إلى قوات التحالف وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تبقي على هذا المخيم بهذا الشكل، وكذلك حتى على المعتقلين الدواعش في سجن غويران. وشهدنا قبل سنتين عملية الفرار التي جرت في سجن غويران، والسيناريو يعني قابل للانفجار في أي وقت. ولكن كما قلت كانت هناك سيناريوهات سابقة من فرار المساجين داخل المعتقلات العراقية، أو حينما قرر بشار الأسد الإفراج عن آلاف المعتقلين الجهاديين الذين كانوا في سجن صيدنايا، وهنا أقصد فقط الجهاديين وليس معتقلي الري الذين هم أيضا كانوا موجودين في السجن، وتمخض عن ذلك تأسيس تنظيمات جهادية حاولت في سياق الحديث السورية. في سياق الحديث الآن، يعني في سياق حديث الحلقة، يعني الآن دول أوروبية أيضا، وهذا قد يعني يفرد له مساحات في حلقات أخرى ربما، لكن دول أوروبية أيضا عملت على استعادة مواطنيها من مخيم الهول رغم معارضة المجتمع المحلي. كيف يتم التعامل معهم من الناحية القانونية؟ من أي ناحية القانونية؟ يعني الدول التي تأويهم تقوم بإعادتهم أم تقصد؟ لا يعني الدول، ما هي الآلية القانونية التي تعتمد عليها الدول في استعادة رعاياها إن صح التعبير؟
كيف يتم الأمر؟ بعض الدول تتعامل عبر السفاراتها الموجودة في دمشق. على سبيل المثال بعض المرات، في إحدى المرات يعني دولة نيجيريا الإفريقية قامت باستعادة عدد من أطفالهم عبر سفارتها في دمشق، وقاموا بالتواصل مع الإدارة الذاتية، والعدد طبعا كان قليل، قرابة 5 أطفال فقط لا غير. أما الدول الأوروبية فتتعامل عبر قنصلياتها وبعثاتها الموجودة في أربيل في إقليم كردستان العراق، بحكم أنها الأقرب جغرافيا إلى هذه المنطقة. وكما قلت يعني طيب عمليات بعد ذلك سيد شروان، بعد ذلك يعني سواء في العراق أو في الدول الأوروبية أو غير ذلك، ما مصير هؤلاء؟ ما هو وضعهم القانوني أو كيف يتم التعامل معهم؟ هل يندمجون في الحياة؟ هل يعني يكون لهم وضع خاص؟ بخصوص الدول الأوروبية التي تأخذ رعايتها، بكل تأكيد هي تقوم بإخضاع هؤلاء الأطفال إلى علاجات نفسية، خاصة أنهم مروا بظروف قاسية وسيئة جدا سواء داخل المخيم أو قبيل المخيم. أما بخصوص العراق فالوضع ليس منضبطا كما هو الحال في الدول الأوروبية، يعني دولة شرقية حالها ستكون حال دول المنطقة. هناك البعض عادوا إلى أسرهم، إلى عوائلهم، إلى محيطهم الاجتماعي، خاصة كما قلت يعني بخصوص المكون الإيزيدي أو أبناء محافظة الموصل الذين ذهبوا للعيش مع أقرانهم داخل مخيمات النازحين في الداخل العراقي أو في مناطق إقليم كردستان العراق. والبعض منهم الذين كانوا معتقلين ولديهم ملفات وسجلات تم التعاون مع سلطات الإدارة الذاتية وتمت إعادة محاكمتهم، ولكن من تم إعادة محاكمتهم كان العدد أقل، بما أن أغلب الذين يتم استعادتهم إلى العراق هم النساء أو أطفال ليست لديهم تهمة ثابتة. طبعا الطفل طفل، وكذلك المرأة كانت زوجة لمقاتل، ليس هناك ما يثبت أنها كانت مقاتلة في صفوف التنظيم، خاصة تلك العوائل التي كانت أصلا موجودة يعني متزوجين مسبقا قبيل تأسيس التنظيم وكانوا في الداخل العراقي. يتم التعامل معها عبر أيضا جمعيات متخصصة بخصوص حقوق الإنسان وكذلك جمعيات للرعاية النفسية. شكرا. في السنوات السابقة الأمم المتحدة كانت تهتم بشكل كبير حول بخصوص هذا الملف، ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة يعني نسبة الاهتمام قد انخفضت إلى أدنى المستويات ومقتصرة فقط على بعض المنظمات التطوعية التي هي أسيرة المنح المالية التي ربما تصل إليها أو لا تصل. وكما قلت العراق شروان إبراهيم كاتب صحفي كنت معنا من دورتموند بألمانيا. افتتاح أكاديمية متخصصة بالتعليم البرمجي والإلكتروني في مدينة عفرين في ملفنا الأخير.